وما المشكل فيما سمعت يا أحمد؟ أليس من مهام الولاة والعمال معرفة كل كبيرة وصغيرة في دولة الخلافة التي يتربص بها الخارجون والمارقون من كل حدب وصوب؟ وما فعل ذلك إلا لحفظ الدين والدنيا من الحاقدين وأهل الفتن؟ ثم أنا من واجبي وواجب غيري أيضاً أن نساعدهم على حفظ أمن وأمان البلاد. لا أدري عما، ربما كان كلامك صحيحاً. لا عليك أنت يا أحمد، دع أمور الدولة لرجالها. أمر الدولة بعض أمورنا يا عما. أحمد، لا أقدر على حجاجك. قبل أن تذهب، خذ كتابي هذا وأودعه في طريقك ديوان الوالي. خيراً إن شاء الله، ما الأمر؟ لا عليك أنت، أودعه في الديوان وحسب. السلام عليكم. وعليك السلام. ترى ماذا يحوي هذا الكتاب؟ غفر الله لك يا عم. ما شأني أنا بالوالي؟ أتعلم أن من يعين الظالم فهو ظالم مثله؟ أعلم. حسبتك لا تعلم.